الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام لبيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع فضائل الإيمان وعلى كم شعبة هو أخلاق المؤمنين وأخلاق المؤمنين، ووقفنا عند قوله أنه يعدد هذه الشعب. روى المصنف بسنده عن الضحاك بن مزاحم قال: إن حق ما بدأ به العبد من الكلام أن يحمد الله ويثني عليه، فالحمد لله نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، وبه أرسل المرسلون قبله. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. قال: وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والتصديق والإقرار بما جاء به من الله والتسليم لقضائه وحكمه والرضا بقدره، وهذا هو الإيمان. ومن كان كذلك فقد استكمل الإيمان، ومن كان مؤمنا حرم الله ماله ودمه ووجب له ما يجب على المسلمين من أحكام، ولكن لا يستوجب ثوابه ولا ينال الكرامة إلا بالعمل فيه واستجداد ثواب الإيمان، عمل به والعمل به اتباع طاعة الله تبارك وتعالى في أداء الفرائض واجتناب المحارم والاقتداء بالصالحين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومحافظة على إتيان الجمعة والجهاد في سبيل الله والاغتسال من الجنابة وإسباغ الطهور وحسن الوضوء للصلاة والتنظيف وبر الوالدين وصلة الأرحام وصلة ما أمر الله به أن يوصل وحسن الخلق مع الخطاء واصطناع المعروف إلى الأقرباء ومعرفة كل ذي حق حقه من ولده. نعم، فوالدة فولده فذي قرابة، فيتيم فمسكين فابن السبيل، فسائل فغار، فمكاتب فجار فصاحب، فما ملكت اليمين، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والحب في الله والبغض في الله، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، والحكم ما أنزل الله، وطاعة ولاة الأمور، والغضب والرضا، ووفاء العهد بالعهد وصدق الحديث، ووفاء بالنذور، وإنجاز الموعود، وحفظ الأمانة من كتمان السر أو المال أو وأداء الأمانة إلى أهلها، وكتاب الدين المؤجل بشهادة ذوي عدل والاستشهاد على المبايعة وإجابة الداعي للشهادة وكتابة بالعدل كما علم الله جل في علاه، وقيام الشهادة على وجهها بالقسط ولو على النفس والوالدين والأقربين، ووفاء الكيل والميزان بالقسط، وذكر الله تعالى عند عزائم الأمور، وذكر الله تعالى على كل حال، وحفظ النفس وغض البصر وحفظ الفرج وحفظ الأركان كلها عن الحرام، إلى أن قال عن كثير من الأمور التي هي من الإيمان ومن شعب الإيمان الكثيرة. فكل طاعة شعبة من شعب الإيمان، وكل معصية تجنبها شعبة من شعب الإيمان، رضي الله عنكم أحسن الله عليكم. قال الشيخ عبد الله بن محمد: فهذه إخواني رحمكم الله شرائع الإيمان وشعبه وأخلاق المؤمنين الذين من كملت فيهم كانوا من على حقائق الإيمان وبصائر الهدى وأمارات التقوى. فكلما قوي إيمان العبد وازداد بصيرة في دينه وقوة في يقينه تزيدت هذه الأخلاق وما شاكلها فيه، ولاحت أعلامها وأماراتها في قوله وفعله، فكلها قد تنطق بها الكتاب وجاءت بها السنة وشهد بصحتها العقل الذي أعلى الله رتبته ورفع منزلته وأفلج حجته. وعلى قدر نقصان الإيمان في العبد وضعف يقينه يقل وجدان هذه الأخلاق فيه وتعدم من أفعاله وسجاياه. ووفقنا الله وإياكم لموجبات الرضا والعافية في الدارين من جميع البلاء. وقال المصنف حدثنا بسنده قال: حدثنا حفص بن غياث عن محمد عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وعن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله.
وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وهذه أيضا فيها دلالة أنه قال بأن حسن الإيمان للعبد من حسن التعامل مع الأهل لأنهم أخص الناس به وألصق الناس به، لذلك جعل وراهن حسن الإيمان بحسن التعامل مع الأهل. قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وبحسن الخلق يدرك المرء درجة الصائم القائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل ما في ميزان العبد حسن الخلق. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل المرء الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق من أفضل ما يكتنفه الإنسان، والله جل وعلا لما مدح رسوله في الكتاب مدحه بمدح عظيم، قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ويظهر ذلك في التعامل، حسن التعامل مع حسن التعامل مع الأهل، هذا الذي يظهر الإيمان بذلك. الإيمان لا يظهر إلا بهذا، بأن يحسن خلقه مع أهله. ولذلك قال وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فنسأل الله تعالى أن جعلنا كذلك. وحسن الخلق هو ثلاث أرباع الإيمان، فالإيمان موزون بحسن الخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل ما يدخل المرء الجنة حسن الخلق. فنسأل الله أن يجعلنا كذلك. وهذه أيضا كما قلنا من شعب الإيمان، وقال والحياء شعبة من شعب الإيمان. لذلك قال الشيخ عبد الله بن محمد قال فإن سأل سائل عن معنى هذا الحديث فقال كيف يكون الحياء شعبة من الإيمان، والإيمان إنما هو قول وعمل ونية، فحياء سرية غريزية يطوى عليه المرء البر والفاجر والمؤمن والكافر. فنقول في معنى ذلك والله أعلم أن المؤمن يحول بينه وبين المعاصي الكبائر والتكبائر وارتكاب الفحش الإيمان بالله والتصديق به فيما توعد عليها من العقاب وأليم العذاب، وكذلك يخوضه إلى البر والصناعة المعروف الإيمان بالله والتصديق له فيما وعد وضمن لفعله من حسن المآب وجزيل الثواب. عدم فهم، والله عدم فهم. وكذلك تجد المستحي ينقطع بالحياء عن كثير من المعاصي إن لم تكن له تقية، فصار الحياء يفعل ما يفعل الإيمان. هذه المسألة قد نقول بأن الحياء يعني من الإيمان، على أن الحياء عمل قلبي، الحياء عمل قلبي، لذلك فهو من الإيمان. الفوائد المستنبطة: ركيزة الإيمان على حسن الخلق، أعظم الإحسان الإحسان إلى الزوجة، أعمال القلوب من الإيمان، أعمال القلوب من الإيمان. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.